لكن انا برجع بقى اقول ايه، خلينا نقول برضو اللي حصل في المباراه. طب. الماتش ممشيش زي ما كان ماشي كده. طب. برضو خلي بالك النتيجه وهي فرق اتنين بيديك دايما اريحيه، مفيش كلام، حتى بيخلي اللعيب نفسيا بيلعب الحاجات دي والكلام منه. ولكن قرار ساعات من الحكم ممكن يخلينا نشوف مباراه تانيه زي اللي شفناها في الشوط التاني، ومحدش يستهين بدرجه تاثير الحكام على بقرار واحد، رغم ان انا فزت وكل حاجه ولكن القرار كان مؤثر جدا. خلينا ندي مثال من مباراه امبارح. لو انت زي وزي احمد وزي بعض المشجعين ممن لا ينتمون للنادي العظيم ريال مدريد، وشايف ان الكوره الاولى اللي هو سجل منها ريال مدريد الهدف الاول فاول، ما لهاش علاقه بالانتماء. انا في الاول افتكرت دوناروما بيمثل، عشان برضه تبقى الدنيا واضحه، انا افتكرت دوناروما بيمثل. خلينا نقول بعد كده لما ظهرت لي زاويه ثانيه انا شايف هي جدليه، انا شفت في الاخر بعد كده انها فاول. ماشي، بس عادي جدلية. ممكن افهم حد يقول مش فاول. مشجعين ريال مدريد اغلبهم طبيعي مش هيشوفوا ان الكره دي فاول، فانا قصدي لو انت مش بتشجع ريال مدريد وشفت ان الكره دي فاول، هتعرف ان ممكن قرار واحد من الحكم يديك ماتش غير الماتش، يعني الكره دي كان ممكن تدينا ماتش ثاني خالص. خلينا نحط، فانا قصدي ان في مباراه الجونه حصلت برضه سافره من ابراهيم نور الدين. معلش عشان غريب ما زعلش مننا، عايزين نوضح حاجه بس. انت خليفه قال ايه؟ ماتش غير ماتش. انت في احيانا باريس سان جيرمان هو برضه يعني ساعد في كده، وريال مدريد ساعد في كده ان هو قدر يستغل اللقطه دي عشان يدي شخصيه كويسه برضه، عشان تبقى الامور واضحه والناس ما تبقاش زعلانه مننا. الجماهير زعلانه مننا، لا عمره ما حد يزعل، كلنا بنتكلم. انا بقول لك اللقطه اصلا جدليه، مفيش اعتقد ان اي مشجع لناديه ممكن يشوف اللقطه دي ما فيهاش حاجه، اللي عين المحب تشوفها كده، لان الكره مش الفاول الصريح اصلا، فيها تداخل ممكن انت تشوفه ان دوناروما فعلا طول الكره في رجله فاستهبل، دي ممكن تتشاف عادي خالص، الكوره فعلا فيها اللي هو 50-50. انا قصدي ان تاثير الصفاره اللي هو الحكم كان ينفع يحسبها وينفع ما يحسبهاش، تاثير الصفاره في اللحظه دي كبير جدا على سيناريو الماتش. فاللي انا قصدي فيه اما يجي قرار من ابراهيم نور الدين في مباراه الجونه بحساب ضربه جزاء غريبه جدا، خلينا نشوف ماتش تاني. ضربه الجزاء غريبه جدا.